الأسرع انتشارا مقارنة بغيره، أين يوجد أحدث متحورات كورونا وكيف تنجو منه في شتاء 2023؟ خليني أقول لك إن آخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا ومتحوراته هو إن في متحور جديد لفيروس كوفيد 19 بيطلق عليه XBB.1.5، وده أحدث المتحورات اللي ظهرت. وخليني أقول لك إن جميع الفيروسات دون استثناء بما في ذلك فيروس كورونا بتتطور وبتتبدل بشكل سريع، ولو سمحت الفرصة لأي فيروس أنه يتكاثر وبيحضر نسخ مختلفة من نفسه فبيتغير تركيبته الوراثية أحيانا، وهو بيعتبر أمر طبيعي في حياة الفيروسات، وبيعرف ذلك بالطفرة الجينية، وكلما أصبح أكثر انتشارا زاد تكاثره، ولا يؤدي هذه التغيرات إلى تغيرات جوهرية في الفيروس أو تسبب له عداوة أو مشاكل كبيرة جدا مع العائل اللي بيعيش فيه. المتحور الجديد هو سلالة فرعية من سلالات المتحور أوميكرون، وبيستطيع المتحور الجديد أنه ينمو وينتقل بشكل سريع مقارنة بغيره من السلالات. وتم الإبلاغ عن وجود 5288 تسلسل للمتحور الجديد في 38 دولة، منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأيرلندا الشمالية والدنمارك، وده معناه انه بدا ينتشر او منتشر فعليا في كل انحاء العالم. الاجراءات الوقائيه اللي انا عايز اقولها لك النهارده علشان تقدر تحافظ على نفسك من الاصابه بهذه المتحورات: رقم واحد، هو لازم نحرص على ارتداء الكمامه في الزحام والاماكن غير جيده التهويه وفي حاله وجود اصابات او عدوى لشخص بنفس المرض. وعلى الشخص المتسبب في اصابته بعدوى كورونا ارتداء الكمامه منعا لنقل العدوى، وكمان يجب الالتزام على هذا الشخص بكل فترات العزل المقررة وهي ما تقلش عن 10 أيام من طريق ظهور الأعراض. وبالنسبة للأشخاص اللي ثبت إصابتهم بالمرض ولم تظهر عليهم أعراض يجب الالتزام بفترة 5 أيام، ولا يمكن خروج المريض من العزل مبكرا إلا إذا كانت نتيجته بقت سلبية. أما الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض هم أقل عرضة لنقل الفيروس من الذين تظهر عليهم الأعراض، وما تزال اللقاحات هي خط الدفاع الأول لمنع العدوى نسبيا. كذلك عدم وجود المتحورات الجديدة لفيروس كورونا بيجب الحرص على تناول اللقاح وجرعاته التنشيطية بشكل سريع. اللي بيوصي به الأطباء في الآونة دي هو الحرص على التهوية الجيدة والتطهير المستمر وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة، والحصول على الجرعات التنشيطية لكل من مر على تطعيمه 6 شهور وعمره أقل من 60 عاما. وده معناه أن احنا لازم نخلي بالنا كويس من أصحاب الأمراض المزمنة ويكونوا حريصين على تناول الجرعات التنشيطية. المؤكد أن البروتوكول العلاجي اللي حطته وزارة الصحة صالح حتى الآن لعلاج كل المتحورات الناتجة عن فيروس كورونا، علشان كده بننبه كل حضراتكم ان دايما ناخد بالنا، نحرص على اللقاح، نتخذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية، وفي النهاية نحرص على الجرعات التنشيطية علشان نفضل عايشين بصحة وامان.